دخيل قلبك ماني. مرحبا. اليوم عيد ميلادي؟ اليوم عيد ميلاد مين؟ ماما. انا دخيل قلبه مريضة القمر اليوم يوم ميلادها وصار عمره ما شاء الله 5 سنين. دخيل قلبه مريضة العسل. مرحبا يا عصام نور، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. استناكم كثير ورجعنا لكم بفيديو جديد مع ماري العسل. اليوم عيد ميلادها، اليوم مريضة بتطبق ال5 سنوات. ما شاء الله. دخيل قلبه انا 5 سنين عمرك حتصيري 5. دخيل قلبك 5. صرت 5. خلص دخيل قلبك. اليوم اول ما فقت من النوم، اليوم عيد ميلادي. اليوم عيد ميلادي. رح لبسك اياها يا عمري، رح لبسك اياها. ومثل ما كن شايفين نور محممتها وعم تجهزها هلا، لانه اليوم يوم ميلادها فلازم تكون مثل العرس. رح نعطيها اي شيء بدها اياه. رح ندللها. رح نعطيك اي شيء بدك اياه، واي شيء بدك تعمليه، واي شيء بدك تشتريه. تعال اقول لك، اليوم انت يوم ميلادك تمام، واي شيء بدك اياه رح نقول لك ايه. اوكي انت اليوم انت شو جايبالك اليوم حنسوي لك يعني. اليوم كله لك. انا بدي اليوم كله لك. لا ما هلا ما تحكي هلا يعني. اوكي هلا ما انا ما بنسى السنه الماضيه لما وين البوس تبع بابي. بوسيني بوسيني بوسيني. الكيك تبعك جاي اليوم، اليوم جاي كيكك بعد الافطار. صحيح قالت عصام نور كمان بدنا نقول لكم ان شاء الله يا رب عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. ما بقينا شيء لعيد الفطر، ان شاء الله كل عام تبقى الف خير يا رب. ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. لكم عام بخير يا عصام نور. كل عام اليوم كل عام. طلعي هون هون طلعي الكاميرا. اليوم كل عام وانتم بالف خير. شو عم بيصير مع ادم وليام؟ عادي على الان هدول بيكونوا حزروا شو؟ انا اشوفهم بيكون واحد اخذ سياره الثاني بلش بقى العلقه على طول بيتخانقوا مع بعضهم ادم وليام. ما شاء الله كل ما عم يكبروا كل ما عم يتخانقوا. شو ماما؟ دخيل قلبك على فكره هدول ملابس العيد بس الا بدها تلبسهم. عادي يوم عيد ميلادها تعمل اللي بدها اياه. انا على اساس شريت لها هذا الفستان وهذا السندال انه البسها اياهم اول يوم العيد، فقالت لي لا ماما انا بدي البسهم يوم عيد ميلادي. طيب اوكي. دخيل قلبك. عائلة عصام ونور بدنا نخبركم انه نحن متفاعلين بشكل يومي على سناب شات، راح نحط لكم السناب تبعنا، روحوا ضيفونا مشان تتابعونا وسناب العيلة تتابعونا لحظة بلحظة. شو؟ عم تخانق انت واخوك؟ عم تخانقوا على هي اكيد؟ ها؟ شفتوا لي ادم وليام؟ طبعا حلقنا لهم حلقة العيد. قدومي ما تعملوا مشاكل مع بعض، اوكي؟ ما شاء الله عليهم ما شاء الله ما شاء الله. وهاد البطل الخرافي دخيل قلبك. اليوم عيد ميلاد مريتا، متحمس؟ متحمس تروح على السوق؟ كمان انت اليوم رح تشتري اللي بدك اياه، اوكي يا عمري؟ ها لك 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 اجا اجا اجوا شوفوا كيف بيرقدوا. دخيل قلبهم. انا انت شهر 6 عيد ميلادك، اوكي يا بطل؟ اول شيء بيجي عيد ميلاد مريتا اليوم، وانت بعد شهرين بيجي عيد ميلادك، رح تشتري اللي بدك اياه. حيصير عمرك 7. كمان انت اليوم حتشتري العاب، رح تنفخ التورته كمان، اوكي؟ بدي تساعديني انا امسك السكينه بدل اقطع قلبي. اكيد رح اساعدك تمسك السكين وتقطع التورته وتنفخ الشمعه وتاكل كيكه بعد الافطار اليوم، اوكي؟ كمان اليوم جاي تيتي واسراء. بس انا كثير بفطر. اي بعرفك عم تفطر، عادي بنرجع بناكل فطور مره ثانيه، بنرجع بناكل تورته وبناكل طول اليوم. عيني على القمر. شوفوا العروس شوفوا. دخيل قلبها لابسه فستان. انا اتركيها لحالها تفتي. فرجيهم يلا. يلا افتلي مارين شوف فستاني. يا عيني. تشتري العاب؟ ايه. بدك تشتري كثير ولا شوي؟ شوي، لعبه وحده. لا. لكن شو بدك كم لعبه؟ 100. 100. بدها 100. بدها 100. جهزي حالك نور. بدك 100؟ انا عندي فكره. انت عمرك 5 صار صح؟ تشتري 5. ايه حلوه الفكره، شو رايك؟ لا فكره حلوه. انا هدايا على قد عمري. قد عمري تمام. شو رايك؟ يعني انت صار عمرك 5 بتشتري 5 هدايا. اتفقنا؟ اتفقنا ماري من هلا. اتفقنا. شو بدك نقول؟ يلا نبلش. يلا نبلش. سمعتي ماريتا؟ بدنا نقول يلا نبلش. يوم ماريتا بدش طلب من الصبح. انا كثير بحبك. انا كثير بحبك. شفتوا لي فستان؟ هي ماريتا وهي فستان نور. ايه انا اخترت اللون الابيض. مطقمين. انا بحب انه هيك خلص لون ابيض وبس. يلا ماري. يلا تفضلي. هي ما في غير بتوشفشني. ما بعرف اليوم شو قصة. ما بدي اروح. شو؟ يا عمري دخيل قلبك. الله يرضى عليكي. يلا.
هلا نازلين على المحل لحتى ماريتا تبعش قلبي تشتري العاب، لانه هي هيك طلبت. سبحان الله انه دائما الاولاد لما بتقولوا لهم مثلا شو بدكم، اول شيء بيقولوا بدنا العاب. هن روح قلبوا للالعاب، انه ما بيشبهوا العاب قديش بحبوهم. كل الاطفال اكثر شيء بيحبوا الالعاب والشوكولا. يعني على فكره حتى اذا مثلا بتجيب لهم هديه اواعي او هيك ما بينبسطوا الا العاب. فخلص يعني بما انه هي طلبت لازم ننزل نشتري العاب، بس اتفقنا انا وياها انه خمس اشياء بدها تشتري. هلا هذا ما بصير اكثر، هذا الاتفاق بس من هون لباب المحل. ايه طبعا من هون لباب المحل هذا الاتفاق. بعدين يعني بيلتغى لما بنفوت لقلب المحل وبدها تصير تشتري. طبعا هذا كله بيلتغى، بس بتلاحظوا انه ماريتا هي السنه الثالثه انه بيصدق في رمضان. سبحان الله، بس على الاغلب السنه الجايه انه ما حيكون رمضان، لانه صار 3 سنين ورا بعض عم يصدق عيد ميلادها برمضان. وانا بصراحه بحب انه دائما الولد نطفي له الشمعه بنفس اليوم، يعني ما بحب انه ااجل مثلا عيد الميلاد ليوم تاني، لا خلاص بحبه بنفس اليوم. يلا يا أميرة، يلا يا أميرة، يلا يا أميرة، يا أميرة، أميرة الصغيرة. اليوم أميرة صغيرة ماريتا. بقي الألفه ماري. يلا عطيني إيدك يا عمري. هاي شو بدها؟ تخليها بالسيارة. يلا تعالي. خليها بالسيارة. تعال. بقي قلبك يا ماري. معجوقة بحالها، معجوقة بحالها. بقي قلبها. يلا ماري. وهي وحبشتك لاتا. يلا تعالي. سكري سكري الباب. هي هلا برنسيسة ما بسكر لها. نحن بنسكر لها الباب. تعي تعي شو؟ خمس العاب تشتري. تمام؟ نور تقول لها خمس العاب بس تشتري. هيك تقول لي اوكي. تفرق اه. يلا ماري. يلا اختاري انت على ما هيك. هلا ايش دوري؟ لا هي بدها رقم بتليفونك. معلش حطي لها 5 مينت. عامل لك 5 دقائق؟ ايه 5 دقائق، ما هي 5 سنين 5 دقائق. اوكي 5 دقائق. يلا. حطي لها 5 دقائق تنقي اللي بدها اياه. وين تليفوني؟ ليكي متنطع متنطع. اعطيكي 5 دقائق، اوكي؟ يلا. 5 دقائق؟ ايه اوكي. تعال انت تعال انت تعال نعدل لكم انتوا الاثنين مع بعض. انا برايت احط لهم دقيقتين. والله طلعت اكثر مني. احط لي 5 دقائق. ايه مو تخيل نقي 5. ليكي هاي 5 دقائق تمام. شوفي هاي 5 دقائق بس اقول لك 1 2 3 بتبلشي. اوكي يلا 1 2 3 يلا 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 بلشي ماري. خلص خلص خلصنا ماري. خلصنا. اكثر من الف. ايه انت شو اشتريتوا؟ اكثر من الف. اثنين ما قصرتوا. يلا مبروك عليكم. اثنين ما قصرتوا. تعال الفاتوره. اعطيني الفاتوره عيد ميلادي. شو بدك بالفاتوره؟ لا عيد ميلادك. عيد ميلادك. شو بدك بالفاتوره؟ ما بعرف. خبيه ايه؟ خبيه. هاي الفاتوره مشان بس تكبري تحاسبيني. ايه. عم تضحك. تضحك مو فاهمه ليش الطبخه. بس تكبري تحاسبي بابا اوكي؟ يلا افتح لنا الليل. يلا ماري يلا. ما خلت شيء بنفسها الا وما جابته من الالعاب. اهم شيء تنبسط ماريتا. ايه دخيل قلبها شايفين كيف؟ عرفت تفكر؟ قالت لي اتفقنا 5 بس مو 5 العاب 5 دقائق. مثل ما قلت لكم بس نمسح باب المحل يتغير. عن جد قدرت لي. انا جتني الضحكه بيني وبينكم، قلت لها اوكي خلص يلا اشتري دخيل قلبها انا، حتى اليكس كمان ما قصر والله ركض ركض واشترى كل شيء كمان بنفسه. بس تعرفوا صارت الساعه 5 وعم بقول له لعصام ما عاد الحق اعمل فطور نهائيا. اليوم اكلنا جاهز اليوم، رح وصيلك اليوم على اكل خرافي. قلت له خلص على اساس بنروح نحن ناكل بالمطعم، بس المشكله على الساعه 6 للسبعة بده يجي التورته تبع ماريتا الكيك. انا بالكيك العسل ماري. لازم نحن نكون بالبيت مشان نستلم الكيكة، وفرحت عليها هلا بعثوا لنا صورتها. وشو صار مخها؟ ضلت ساعة وهي صفحة بالموبايل وضلت ساعة قاعدة تتفرج على الكيكة تبعها دخيل قلبها، هي اختارتها. فهلا لازم نروح على البيت ووصلنا دليفري. يوم انا رح ارتاح ما رح اعمل طبخ الحمد لله. حاجة بقى تعبت طول رمضان عم بطبخ. بناكل دليفري وبعدين بتيجي التورتة بنحتفل لها ماري دخيل قلبها. السلايم مثل ما قلتي برا. جايبين سلايم. شو كمان جايبة لشوف؟ هاي عصام جايبين طابات مشان حتقلك فيها. هاي لعبة لك. انا حخرت شيء. انا حخرت شيء. هاي بتوجب تفوت على فكره. ديري بالك على حالك. هاي اختارت شمعه مشان تحطها على الكيكه ماريتا. يلا طلعوا طلعوا العابكم طلعوا. هاي شو ماريتا؟ ماريتا عم تفقد الالعاب. لا تقولي لي هاي اللي بتركب. يا عرفتها هاي؟ اه بدك تقعدي سنه تركبيها. فيها شوي فيها شوي. مين رح يساعدك فيها؟ مين رح يساعدك فيها؟ ماما ماما ماما. انا هاي حزير. شو شو هاي تبع برجر فرن؟ هذا بدها تفتح مطعم البنت. ايه شكلها بدها تفتح مطعم. ايه في بنت
فيها دم. لك لا. هاي شوفي ماما عم تحطي بالفرن بيتزا وبرجر وحركات والله حلو. ماما لك البنت بتفتح مطعم؟ هاي هاي ترى هاي حبي هاد فرن بيتزا. عرفتي بيتزا وبرجر. شوف شو جايبت لك عصام. هذا هلا كثير نحن انبسطت. ايه هذا مايك بتغني كثير هلا حنبسط بس ما يحوي جعني ابدا. طلعي ماري لسه في كمان طلعي طلعي من الكيس. هلا قدمنا ليومي سياره اخي القلب. طلعوا 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 طبعا احذروا شو صار بعد ما اخذوا الخمس دقائق خلصوا عضو خذي قالوا له بابا انا هي ما حابب حابب غير شيء معلش ابدل شكل بدل نوع صاري بدل شو مريضه شو جايبه الصوف انا بشتغل فيها الصوف. لك لحظة 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 رح يتخانقوا. انا خنتها لك هي تبعها اليكس هذا تبعتها اليكس انا حنستخدم ترى حطها هون ايه بدي عليهم شكروا اليكس بس والله هي حلوه هاي بتعمل اساور ماريتا انت رح تعملي هدول ايه انا وياكي مسويين اوكي بعمل لك اسواره ماريتا. هاي شو كمان هي لاليكس هي لاليكس وهذاك القطار كمان اليكس اختاره ايه هذا القطار كثير حلو شوفوا بيمشي لحاله هذا كثير حلو اليكس ما جبت هي قلت لها مشان شو بدك اياها قلت لك هي فاميلي هي فاميلي قال الام وين معنا فاميلي فاميلي هي فاميلي ايه عجبتك يعني انه فاميلي انت بتحبي الفاميلي اه جايه هابي فاميلي هاي دخل قلبك يا مريتا مو تاركين شيء مو جايبينه ليك شو جايبه انا بتعرفوا هلا عم شوفه لانه عصام حاسب جايبه مكياج جايبه مكياج لك ردت فعلا شو عم تعمل لك اه سوري لا عادي ماما هي الالعاب يعني اطفال عادي هي حقيقيه ماما هي حقيقيه؟ ايه يعني بتحط حمراء وجايبه لك اي شادو وحمراء وحركات اه هذا جابها فيني افتحها منه ايه فيك تفتح هذيك اه فيك تفتح تبعك على فكره هي حلوه ها بيعملوا خرزات بالشعر والله جايبه حركات حلوه بنلعب فيها انا وياك تتسلى حتحط لك اكل هلا حط لك اكل هاي طاوله ليك في كروسان فيها وفيها بيض يلا ها وهي اكل ليك ماريتا صافنة يعني. هاي لأليكس لا انا بعمل لحالي وهي لماريتا اخوكي جوعان أليكس جوعان يلا ياكل انا بعمل لحالي هون أليكس وهي شراب لك ماما انا بعمل لحالي وهي شراب لأليكس يلا حطي له اكل لاخوكي جوعان يلا ماريتا يلا ظبطي الاوردر ان شاء الله عوافي ماري شوفوا لي ماريتا ما استنت حدا دخيل قلبها اليوم مثل ما تكون شايفين عائلة عصام النور الجلسة عربية ما بقى غير 6 دقائق قديش بقى يا 7 دقائق 7 دقائق اليوم حاسة حالي انا كثير جوعانة بدي اصلي ان شاء الله هنا هنا يا عمري ظبطي لها شعرها انا برايي اذا تاكل بايدها بدها شيء ثاني معناتها هي ضيقه ضيقه تبسيها شيء ثاني؟ ثاني ايه شمت ماريتا هي ماريتا شافت هذا المنظر قدامها ما قاومت ماريتا شمت تزعي الفستان بدي اخذ لك بصراحه بدي اخذ لها صوره مع الكيك بالفستان انا لو بمحلك كنت عملت اكثر ما بدي بدي تزعي دخيل قلبك يا ماني لا وعصام قلت لها ليش قعدتي اول وحده استنيني قال لا اليوم عيد ميلادي هي هي السفره هي السفره لماريتا اصلا هي الك ماريتا على فكره هي الك حبي هي السفره كلها كلي 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 دخيله انا دخيله انا البنطلون اللي تحت انا يعبرني يلا فوت لجوا فوت فوت على الصداره ما تقرب اجي انا اوكي يلا عود يا روح عود عود هو بده يلعب اللعبه اه هو بده اللعبه اجي غيري ديري بالك على اولادك ما تديري بالك ادم ونيام اوكي ديري بالك على ادم ونيام بدك تطولي بالك ايوه يلا تفضل بدي فرجيكم قالب الكيك تبع ماري العسل شوفوا لي قالب الكيك ما احلاه ماري كيوت مثل لمين قالب الكيك هذا قالب الكيك هي اللي اختارته ضلت تقريبا فيكم تقولوا شي ساعه ساعه ونص عم تختار وهداك يا قلبي ليش قاعد هيك زعلان والله شايفك هون على الكاميرا شو بتنفخ الف عصام اول شيء ماريتا بتقطع اول قطعه بعدين قالت بقطع القطعه الثانيه ايه خلص اوكي حطيها ايوه حطها يلا حطيها يا شوفي بس شكرا برافو ماريتا دخيل قلبك يا ماري هابي بيرثدي انا ماريتا كل سنه وانت سالمه ماريتا
هي قلبها صار عمرها العسل 5 سنين. لك انت شو بدك تشتري؟ ها؟ فينك تاكلي؟ هلا اول شيء شو رح نعمل؟ بدك تقطعي الكيك. انت لحالك؟ خليها خليها. عمرك 5 لحالك؟ امسكي يمي. حمسك حمسك. يلا 1 2 3. هاي ماري شطور. سعدية سعدية. هاي دور أليكس. دور أليكس. يلا يا أليكس. يلا يا بطل. أوكي يلا يلا من هذا الجنب. 1 2 3. يلا شلك هاي. يلا هم. هلا بس بس يلا 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 خليها هي تشيلها. يلا ماريتا يلا مسكيها من فوق كمان. ايه شديها يلا قوي قلبك. 1 2 3. ياو شوف المنظر. ماريتا ما قلتي لي شو رايك بالكيك؟ طيب يا عيني يا عيني يا ماما هي بتاكل. يا عيني عليك. ايه شيء خرافي. خيسوا صدوقي. طيب بشي جنن صح؟ على فكره الدلع مو حلو كثير. نحن عندنا ملكه النسكا ليه قدوم قدوم لي. بجنن بجنن. تعالوا يلا يلا عصام اخذها ان شاء الله بالعافيه. يلا قام عم تطعم. ايه نخلي بدك انا يا روح روح انا روح انا ادم روح تعال 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 خذ. واو يقبرني كبرتي. انبسطتي يا عسل؟ حبيتي عيد الميلاد ونفختي الشمعه والفستان الحلو والقوس والحركات. ايه حبيتي؟ هلو كاتي؟ لك لك عم تطلع الكيكه هي. لك هلو كاتي عم قالت لهنين يوقشني انا لك دخيل اللي صار عمره 5. عطيني بوسه كبيره 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 لماما. وبوس بوسه لبابا. ليك المصاصه هاي؟ وين بوسه بابا؟ بوسي بابا. بوسه بابا. عيلة عصام ونور هلا هيك بدنا نختم معكم الفيديو. وكثير انبسطنا انه شاركنا هذا اليوم معكم. بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ 3 اسامي مثل ما عودناكم. معنا سوزان من سوريا وحسنة من العراق وساجدة من المغرب. اذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم من اي بلد عم تتابعوا. ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو. اشتركوا بالقناة اذا ما لكم مشتركين. لحتى تكبر عيلتنا. تابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات لروض صندوق الوصف تحت. بنحبكم كثير كثير. بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.